اميره بوراوي ما راحتش حراقه وما هربتش مثل ما كنا نتوقع من الجبال او الوديان او نص اللي حرقت لا اميره بوراوي حسب معلومات انها شريت الطريق نعم شرات الطريق يعني رتبت امورها مثل ما فعل رقصت العيون هشام عبود لانه رقصت العيون هشام عبود نفس الشيء شرت طريق مع بعض عناصر الشرطه في المعبر الحدودي بوشبكة وهرب وهرب معاه كرطاب يعني كابا تاع دراهم هرب كرطونه تاع دراهم كابا تاع دراهم هذه متاكد منها مصادر رسميه دراهم هرب معاه باكي هربوا معاه في الحدود مد منه شويه الجماعه اللي كانوا ثمه وهرب مثل ما فعل رقاص العيون قبل سنوات وين شرى الطريق وخرجوه عادي جدا نفس الشيء حدث مع أميرة بوراوي أميرة بوراوي خرجوها نعم خرجوها عناصر شرطة جزائرية في الحدود وما نذكرش الحدود لأنه التحقيق مازال متواصل ودخلوها التوانسة نفس الشيء وقصوا معاها ووصلت تونس ما حرقة وصلت بشكل عادي معلومات المؤكد الآن هو أن السلطات الجزائرية والتونسية بالتعاون طبعا استطاعت أن توقف يعني تعتقل عناصر الشرطة في الجزائر وفي تونس المركز اللي خرجت منه بوراوي أميرة الآن تم اكتشاف الشبكة التي تواطأت في تهريب أميرة بو بوراوي بشكل عادي والآن هم راهن الاعتقال في انتظار الكشف عنهم رسميا هذه معلومه نعطيها لكم اللي ممكن تزعج بعض الاطراف يقولها بن سربت معلومات لكن لازم الشعب يعرف الحقيقه لازم يعرف انه في عندنا عناصر امن حقيره وقادرين يبيعوا ونعم باعوا الطريق باعوا الطريق الأميرة بوراوي وقدروا يخرجوها وخلصوا والأمور مشات الآن بخصوص الوضع في تونس <applause> في تونس أميرة بوراوي ما عندهاش جواز سفر جزائري لأنه جوازها محجوز وعندها أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني يعني قرار من المحكمة قرار قضائي وهي يعني تحت الرقابة القضائية وما زال عندها قضايا في المحكمة لم يتم الفصل فيها نهائيا عندها أحكام ليست نهائية وبالتالي هي تحت طائله القانون الجزائري. يعني هي تعرف انها ممنوعه من مغادره التراب الوطني لانها جربت تخرج وما خلاوهاش. و الامر بالمنع على بالها بامر قضائي. لهذا السبب رتبت امورها باش تخرج عن طريق الحدود ورتبت مثل ما قلت الطريق وشرات الطريق مع اعوان امن في الطرفين في الطرف الجزائري والطرف التونسي وخرجت. السلطات الأمنية التونسية اعتقلت أميرة بوراوي بناء على شكوى من السلطات الأمنية الجزائرية لأنه مصالح الأمن فيما بعد عرفت أن بوراوي خرجت سرات يعني مثل ما نقولوا بيعة تم اعتقال الناس اللي تورطوا في مساعدتها في الخروج والسلطات الأمنية الجزائرية أبلغت السلطات التونسية أنه فيه مطلوبة للعدالة الجزائرية راهي هربت وهم فيها فلان 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 يعني اللي متورطين تم اعتقالهم طبعا واصبحت اميره بوراوي مبحوث عنها في تونس يعني اصبحت في تونس مبحوث عنها تم اعتقالها في تونس نعم وخلال اعتقالها اتصلت باطراف جزائريه وفرنسيه استطيع ان اذكر من بين الاطراف الجزائريه التي اتصلت بها اتصلت ب الجزائري الفرنسي الروائي كمال داود كمال داود هو الذي تدخل طبعا رفقه اعضاء اخرين تدخل كريم كمال داود لدى السلطات الرسميه الفرنسيه التي طلبت من السفير الفرنسي في تونس والقنصل العام الفرنسي في تونس ان يتدخل لدى الخارجيه التونسيه من اجل السماح للرعيه الفرنسيه التي تحمل جواز سفر فرنسي أميرة بوراوي بمغادرة تونس تحت حماية تحت حماية المصالح الفرنسية الذي اتخذ قرار بالسماح لها بالخروج هو وزير الخارجية التونسي وزير الخارجية التونسي وبعدما تلقى يعني اتصال من السفير الفرنسي والقنصل العام الفرنسي طبعا والمصالح الفرنسية اتخذ قرار السماح لاميره بوراوي والضغط على امن مطار قرطاج التونسي بسماح لها بمغادره تونس دون اعلام الرئيس التونسي هذه المعلومات اللي حبيت نقولها ان وزير الخارجيه التونسي تدخل واعطى تعليماته وتوصياته لمصالح امن المطار دون اعلام الرئيس التونسي دروك يجيني واحد يقول لي يا بن مدير المطار امن المطار مدير امن المطار كيفاش يعني يسمع كلام وزير الخارجيه ما راناش في امريكا وزير الخارجيه في تونس يعني رئيس الجمهوريه بالنسبه لمدير امن المطار يعيط يعني له وزير الخارجيه ولا الامين العام لوزاره الخارجيه يقول له عندك تعليمات او الوزير يقول لك خلي فلانه تخرج خلاص خاصه أن يشوفها جايه مع مصالح الامن الفرنسيه تابعين القنصليه العامه في فرنسا والسفاره جايه تحت حمايه الامن الفرنسي طبعا يخاف يخاف على نفسه ويخليها تخرج لماذا لأن وزير الخارجيه التونسي تدخل شخصيا اذا خرجت اميره بوراوي دون اعلام رئيس الجمهوريه التونسيه قيس سعيد لانه في هذا الوقت كان فيه اتصالات ما بين مصالح الامن الجزائريه ومصالح الامن التونسيه التي كانت تعمل في اطار قانوني يعني كانوا رايحين يسلموا امير بوراوي للمصالح الامن الجزائريه بناء على طلب رسمي من الجزائر للمصالح الامن التونسيه لكن تدخل وزير الخارجيه التونسي اسقط كل المحاولات ودفع بالسلطات الفرنسيه الى التعجيل باخراج امير بوراوي قبل ما تتفاقم الازمه وزير الخارجيه تحمل المسؤوليه طبعا رئيس الجمهوريه التونسيه اقال وزير الخارجيه مباشره واعتذر اعتذر استطيع القول انه اعتذر للرئيس الجزائري وشرح له الموقف انه اوش صار يعني المراحل اللي مرت بها الازمه هذه معلومات لي عندي انه فيه قرار بتوقيف مدير امن مطار قرطاج والعناصر اللي عالجت القضية هذه بدون إعلام وزير الداخلية وبدون إعلام رئيس الجمهورية والموس كله تمسح طبعا في عناصر الأمن في الحدود وفي وزير الخارجية التونسي طبعا تونس تمر بمرحلة صعبة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وليست بحاجة إلى تعكير الجو مع الجزائر أنا الآن أقول الحقيقة وأرد على بعض الأقلام والأصوات اللي ولو تتكلم في السر ويقول لك من المفروض الجزائر تعاقب تونس كيف دولة حليفة وصديقة وكذا وتسمع لا الذي ارتكب هذا الخطأ أو هذه الجريمة ويتحمل المسؤولية هو وزير الخارجية لأنه يعني رئيس الجمهورية لم يكن يعلم لأنه لو كان رئيس الجمهورية هو اللي أعطى أمر هو وهو الذي سمح بخروجها هنا يولي الوضع معقد. وهنا يولي الوضع كبير وكبير جدا. لكن ما دام رئيس الجمهوريه التونسي لا يعلم بالقضيه وعندما علم غضب غضبا شديدا واتخذ قرار باقاله وزير الخارجيه المسؤول على هذا المشكل، اذا هنا القضيه يعني بين الجزائر وبين تونس انتهت. الان الوضع العلاقات الجزائريه الفرنسيه، لماذا؟ كاين بعض الناس يقول لك أنه من حق فرنسا أن تدافع على رعية فرنسية تحمل جواز سفر فرنسي والقانون الفرنسي حتى في جواز سفرهم يقول أنه تدافع على أي مواطن فرنسي أينما كان تدافع على أي, على أي مواطن فرنسي أينما كان عندما يكون مظلوم وعندما يكون بحاجة إلى مساعدة وتدخل اما عندما يكون خارج اطار القانون عندما يعني يستعمل طرق غير قانونيه وغير معقوله للهروب من بلد الى بلد ومن هروب والهروب من بلده الاصلي ومن بلد يعني ما فيش حرب لو مثلا هرب من بلد فيه الحرب مثلا من ليبيا او سوريا او او اليمن او مثلا قال مالي رعية فرنسي وكان متابع وهرب بالحدود مقبولة لكن واحد عايش في الجزائر في بلاده ومتابع قضائيا وعنده منع من مغادرة التراب الوطني وتجي السلطات الفرنسية الأمنية والدبلوماسية والسياسية تتدخل لتهريب مواطن فرنسي جزائري الأصل خرج بطريقة غير قانونية هنا الوضع يولي أمر غير مقبول قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستدعاء السفير الجزائري قرار حكيم البعض يعتبره قرار متسرع البعض يعتبره قرار يعني زوبعة في فنجان واش قضية واحدة هربت مواطنة جزائرية هربت خلاص علاش لا القضية مش قضية أميرة بوراوي أنا ما عنديش مشكل مع أميرة بوراوي اللي هي نحترمها ونقدر نقول باللي يعني صديقة نتكلم معها مرة على مرة ما عندي حتى مشكل معها لما كانت في الجزائر لكن لما تعفس على القانون ولما تعسف ولما تضع الجزائر كدوله في مواجهه تونس او فرنسا وتخلق ازمه دبلوماسيه انا بالنسبه لي هنا الامر يصبح غير مقبول امر غير مقبول لا اقبل بهذا التصرف الذي يمس بمصداقيه بلادي ويمس بقوانين بلادي لا امر غير مقبول امر غير مقبول لانه المصالح الفرنسيه ساعدت في تهريب مطلوب لدى العداله ساعدت في تهريب مطلوب لدى العداله الجزائريه وهذا ليس فرنسي فرنسي 100% لانه هذا المواطن او هذه المواطنه لو كانت فرنسيه 100% من اصول فرنسيه وجنسيه فرنسيه نقدر نلقاو عذر ولكن هذه جزائرية تحصلت على الجنسية منذ سنوات قليلة حسب معلوماتي عندي منذ أربعة أو خمس سنوات تحصلت على الجنسية الآن ندخل في موضوع آخر الآن ندخل في موضوع آخر اللي دائما نقول أنني أنتقد السلوك وأنتقد هذا الذي حدث ولا انتقد يعني شخص اميره بوراوي اللي ما عنديش مشكل معاه شخصي ما عنديش مشكل معاه شخصي لكن انتقد ما قامت به اميره بوراوي لماذا لانها نسفت نسفت ما يسمى بالدفاع عن الحريات والدفاع عن الديمقراطيه والدفاع عن حقوق الانسان والنضال من اجل جزائر جديده والنضال ضد السلطة المستبدة والنضال ضد التعسف في استعمال القوة والنضال من أجل دولة مدنية وليس عسكرية يعني هذا النضال كله أصبح مظروف في نقص واحد لماذا؟ لأنه واحد اللي عنده جواز سفر فرنسي مخبيه في جيبه وينتظر الوقت المناسب لاستعماله ويناضل مع الجزائريين مية بالمية أنا السؤال اللي نطرحه هل يعلم كريم طابو وبوشاشي وسمو بادي وباقي الشلة اللي ناضلوا في نفس المجموعة هل يعلمون أن أميرة بوراوي تحمل جواز سفر فرنسي وبإمكانها القفز من السفينة في أي لحظة إذا كان يعرفوا كارثة إذا كان ما يعرفوش كارثتين جريمة لانهم كانوا يناضلوا مع سواديزون مناضله تدافع عن الحريات والديمقراطيه وجزاير جديده وبناء مستقبل وكذا ولا يعرفون انها فرنسيه لانهم كانوا يناضلوا مع وحده فرنسيه نعم وكانت تخفي انها فرنسيه اذا انا بصراحه مصدوم والله مصدوم لماذا لانني لم اكن اعتقد ان لم اكن اعرف ولم اكن اتصور ان اميره بوراوي تملك جواز سفر فرنسي وتخرج لتونس ومن تونس تهرب. انا كنت نتمنى من اميره بوراوي انها ما اختارت النضال ما اختارت النضال واختارت المواجهه تستمر لاخر لحظه. لأن الانسان اللي يدخل في نضال وفي حرب لازم يكون مستعد لكل احتمالات مستعد لكل الاحتمالات. السجن القتل الاضطهاد كل شيء يعني انا الان في مواجهه النظام المغربي الجبان الحقير انا مستعد لكل شيء يعني غدوه كي يضربوني كي يقتلوني كي يسموني كي يرهجوني كي اي حاجه ما من... نهربش واللوم لا يعني أنا اخترت المواجهه اخترت المواجهه وحتى في مواجهه الخونة والعملاء او في مواجهه حتى الفاسدين الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن دام اخترت هذا الطريق لازم تحمل المسؤوليه اما انني نهرب لا من الاحسن نخرج في فيديو خاص ونقول اعلن تجميد نشاطي واستقالتي نهائيا والانسحاب من المعركه هذا هو أحسن من لي نخون نخون الأمانة ونخون الرفاق ونخون الأصدقاء و... ويعني ون... ون... وندير أمور يعني ما... ما, ما... لازمش هذه معلومة مهمة سنشوف نشوف. أبو بون المعلومة تقول لي أنه كريم طابو يعلم أنها تملك جواز سفر لانها هربت له دراهم وفتحت له شركه في فرنسا وكان معاهم ابن اخت كريم يونس معلومه طبعا هذا المصدر تاعي مصدر ثقه 100% لكن نترك الرد لمن له الرد يعني كريم طابو دار شركه في فرنسا مع ابن اخت كريم يونس وفتحت لهم الشركه أميرة بوراوي هي اللي فتحت لهم الشركة وهي اللي هربت لهم الدراهم الفرنسية لأنها فرنسية لما كانت تسافر فرنسا لأنها هي كانت تسافر فرنسا طبعا لكن من نظن من سنة أو سنتين ممنوعة من مغادرة التراب الوطني شكرا شكرا المصدر إذا قلت القرار الجزائري بإستدعاء السفير في باريس هو قرار حكيم لماذا؟ حتى يعني تعطي الجزائر أو تبين الجزائر أنها لا تقبل التدخل في الشأن الداخلي ولا تقبل المساس بأمن الجزائر بالرغم من أن المصالح الفرنسية هربت الرعية الفرنسية من تونس وليس من الجزائر لأنه لو كان هربتها من الجزائر يولي الأمر خطير وقادرة تنوض حرب لانه يعني كيفاش دخلوا الجزائر وهربوا واحد جزائري حنا قادرة تنوض حرب كي نقول حرب حرب اعلاميه ولا حرب عسكريه ولا تخلى تنوض الحرب العالميه الثالثه الله يسهل النيف والخساره ولكن تهريبها من تونس والمصالح الفرنسيه تعلم ان المعنيه بالامر متابعه قضائيا في الجزائر وممنوعه من مغادره التراب الجزائري ويعرفون جيدا انها خرجت من التراب الجزائري ودخل التراب التونسي بدون جواز سفر جزائري ولا حتى جواز فرنسي لانه ما ختمولهاش في الجواز الفرنسي مش ممكن يختمولها في الجواز الفرنسي وهي داخله الجزائر وما ختموا ما عندها الجواز الجزائري باش يختموا فيه يعني دخلت اه اوكي اوكي معليش اذا دخلت بطريقه غير قانونيه، ما دخلتش يعني عن طريق الحدود و لها الباسبور، لا، دخلت عن طريق مركز هكذا الامنيين داو شيبان تاعهم ودخلوها. وتم القاء القبض عليهم وهم رهن الاعتقال والتحقيق حاليا. اذا قرار رئيس الجمهوريه بصراحه لم يعجب بعض الجزائريين ولكنه اعجب معظم الجزائريين، وانا واحد من الناس اللي عجبني القرار واعتبرته قرار سيادي يبين ويؤكد ان الجزائر في عهد تبون تختلف عن جزائر عهد بوتفليقه لان الذي حدث مع بوراوي لو حدث ايام بوتفليقه كانت الامور تمر بسلاسه تمر عادي جدا لانه كان اذا الأمر بالنسبة لنا خطير. يبقى لي أنا السؤال اللي ممكن نطرحه وهذا أمر داخلي جزائري داخلي. ونقولها بكل صراحة، نقولها بكل صراحة ووضوح. هناك أطراف جزائرية وفرنسية، جزائرية وفرنسية يزعجها جدا جدا جدا. عوده كل من مدير الامن الخارجي جبار مهنا ومدير الامن الداخلي مجدوب كحال مجدوب نعم اطراف جزائريه اطراف يعني ثقيله جزائريه واطراف فرنسيه يزعجها جدا جدا عوده جبار وعوده مجدوب وهذا <applause> هذا المؤامره أنا لا أستبعد أن الهدف من ورائها هو ضرب الرجلين. نعم. الهدف من ورائها هو ضرب الرجلين. علما وأن الحدود ليست تحت مسؤولية الأمن الداخلي ولا الأمن الخارجي. هي تحت مسؤولية الأمن الوطني والذي يتحمل المسؤولية طبعا هو مدير الأمن الوطني. ومدير شرطة الحدود طبعا ورئيس مركز الحدود اللي هربوا منه والذي تم طبعا توقيف عدد من العناصر مثل ما قلت لكن هناك اطراف تريد ضرب هذين الجنرالين اللي رجعوا بقوه واللي عو يعني رجعوا هبه الدوله ورجعوا قيمه الامن وقيمه المخابرات وقيمه الدوله اذا هناك اطراف تريد يعني ازاحتهم او اضعافهم او المساس بمؤسساتهم. نعم هذا تحليلي وتحليل كثير من المحللين السياسيين والامنيين اللي قاعدين يشوفوا ان هناك اطراف تسعى لاضعاف جبار مهنا مدير الامن الخارجي واضعاف مجدوب مدير الامن الداخلي لانهم يزعجون جهات كثيره وكثيره جدا. وللاسف الشديد مثل ما قلت بعض المصالح الامنيه اصبحت تتدخل في عمل المخابرات بلا ما نسمي الاسماء وتكلمتها يعني مصالح امنيه شرطه في مصالح وكاين مرات حتى في يعني يدخلوا في عمل اللي هو عمل استخباراتي عمل استخباراتي يدخلوا فيه بعض الجهات الامنيه اللي هي امن الوطني إذا أنا لا أستبعد أنه في صراع من أجل بسط نفوذ من أجل إزاحة بعض القيادات و اللعب أو التخلاط في المياه العكرة قضية أميرة بوراوي أعتقد أنها قضية أمنية ويجب أن تعالج أمنيًا نعم يجب أن تعالج أمنيًا تدخل الفرنسي تدخل سافر وغير مقبول ويجب ان يوضع له حد حتى لا يفهم الفرنسيين انه بامكانهم يعني فعل اشياء اخرى لأن السكوت على ما حدث في تونس مع اميره بوراوي يعتبر قبول بالامر الواقع و و يعني معناتها إذا كان خلينا نسكتنا على أميره معناتها غدوه يزيدوا اللي تنفحلو يخرجوه اللي تنفحلو يخرجوه اللي يلعبوا في المزرعه يديروا شيحبوا إذا من الضروري جدا أنه آه الأمر الثاني اللي لازم نتكلم عليه وهو أن أميره براوي مثل ما قلت عندها رقابه قضائيه عندها رقابة قضائية وبالتالي هي تروح تمضي في مركز الشرطة كل حد كل يوم أحد تروح تمضي عند مركز الشرطة أنها موجودة بالإضافة إلى أنه عندها استعلامات الأمن استعلامات يعني الشرطة ليرجي داري لها جماعة يعسوا فيها ويتابعوها أينما ذهبت في دارها في الكلينيك تاعها كانت خدامه حتى وهي نظن ماهيش خدامه تابعوها لانها موضوعه تحت الرقابه القضائيه ولانها مطلوبه للعداله إذن واضعينها تحت المراقبه السؤال المطروح كيف استطاعت ان تخرج من الدائره الامنيه وكيف غابت عن امضاء كل احد ما مضاتش يوم الاحد وكفاش وعلاش وكاين امور كثيره السؤال المطروح أميرة بوراوي من ساعدها للهروب إلى الحدود التونسية إلى غاية وصولها إلى فرنسا يعني المساعدة بدأت من الجزائر العاصمة أين تقيم هي مثل ما قلت عندها رقابة قضائية يعني عندها كل حد تروح تمضي عند مركز الشرطة وعندها شرطة يعسوا فيها ليل ونهار مخصي لها جماعات تاع الزي المدني اللي يرجي يعسوها واحد قاعد في القهوة واحد في الآخر واحد مقابل البالكون تاعها شوفوها باللي غابت من دارها نهار مفروض تحرك المصالح الأمنية إذا أنا بالنسبة لي خروجها من الجزائر بتواطؤ وبترتيب مسبق يتحمل المسؤولية كل من له صلة بالموضوع إذا القضية في رأينا ستعرف تطورات مهمة وخطيرة في قادم الأيام وستكشف عن خبايا وأسرار لا نعلمها ولا نعرفها الآن، كل ما أستطيع القول أن قرار رئيس الجمهورية قرار حكيم وشجاع وقرار تاع الرجالة تاع أنه يا فرنسا قد مضى وقت العتاب يا فرنسا قد و... قد مضى وقت العتاب أنكم جو تلعبوا في المزرعة الخلفية وترفدوا مواطن جزائري مطلوب وتحموه وتهربوه لفرنسا انتهى ويجب ان يدفع الثمن كل من تورط في هذه الجريمه من وزير الخارجيه التونسي الى ابسط مسؤول في الجزائر فرنسا تتحمل مسؤوليتها طبعا في انتظار ما الحمد لله ما ستعلق عنه المصالح الفرنسيه في قادم الايام موضوع بالنسبه لي انا يبقى مفتوح ساعود للموضوع في الساعات القادمه باذن الله